وبركاته. السلام على الجميع، ان شاء الله القاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه والعافيه لكم ولوليداتكم. اللي مازال ما مشتركش في القناه يعمل اشتراك باش يوصلكم اي جديد، والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. وما تنساونيش من لايك البنات، ما تنساونيش. وبما ان موسم الرمان، علاش ما نستغلوش هذه الفرصه ونعملوه عصير؟ لانه مفيد لينا ووليداتنا ومفيد للجسم ديالنا وعنده فوائد كثيره. وان شاء الله غادي نحضر معكم ان شاء الله المره الماجيه يعني عصير ديال الكاكي كيف ما كتشوفوا، هو واضح في الصوره. خليكم معايا حتى تشوفوا لا فيديو حتى الاخير ان شاء الله.